بالتعايش مع الكورونا والابتعاد عن قرار الإغلاق. مباشرة ينضم إلينا السيد ياسين دويكات الناطق الإعلامي باسم غرفة تجارة وزراعة نابلس. أسعدت صباحا بكل الخير ونعتذر أيضا على الإطالة. أستاذ ياسين أسعد صباحك. صباح كل الإخوة اللي بيسمعونا في كل المحافظات. أهلا وسهلا بك. يعني كان هنالك يوم أمس إعلان وخرج تصريح من اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية بإغلاق لسنا مع شامل أو جزئي لأي قطاع اقتصادي، والحل هو الالتزام والتعايش، ونطالب الحكومة بالتروي عند اتخاذ أي قرار ذو أثر اقتصادي. كيف تعلقون على هذا الموضوع، ولماذا المطالبة بعدم الإغلاق في حين أن هنالك من يقول هل قطاع التجار والتجارة يلتزمون فعليا بالإجراءات الوقائية والسلامة العامة لتفادي الكورونا؟ أول شيء هذا البيان اللي صدر عن اتحاد الغرف التجارية أخت وفاء هو بيان كل الغرف التجارية في كل المحافظات، فالموقف واحد موحد، والموقف هذا مش جديد اتجاه موضوع كورونا. احنا في القطاع الخاص كممثلين لكل التجار بمختلف اطيافهم، احنا مع التعايش مع وباء كورونا مش مع الاغلاق. طبعا الاسباب متعدده. اول شيء احنا بنمر في ضائقه ماليه كبيره جدا، في حاله ركود لم يسبق لها مثيل في كل محافظات الوطن، فبالتالي طبعا كان احد الاسباب لها كورونا والتعامل مع كورونا في بدايه الازمه لما صار اغلاق زاد عن 3 أشهر، فبالتالي راكم الوضع الاقتصادي سوءا وعوامل أخرى لها علاقة بالسياسة والضم وموضوع الرواتب. فبالتالي أي إغلاقات جديدة الآن للحد من انتشار وباء كورونا يزيد من حالة الركود الموجودة ويزيد من تراكم الالتزامات على قطاعنا الخاص، وقطاعنا الخاص المتضرر اللي لم يعمل في ظل حالة الطوارئ نتيجة الإغلاقات لم يتلقى أي مساعدة قطعيا، فبالتالي أي إغلاق جديد سيؤثر سلبا على اقتصادنا برمته. من هون جاء احنا موقفنا، وهذا موقف مش جديد، موقف قديم أخت وفاء. طب يعني جميل جدا موضوع المطالبة بالتعايش مع الكورونا، وهذا ما تطالب به كافة القطاعات وكافة الاتحادات سيد ياسين، لكن في المقابل هل نحن بالفعل كاتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية يتم الرقابة على تطبيق الإجراءات الوقائية فعليا؟ يعني مثلا المحال التجارية هل كافة التجار يرتدون الكمامات وتوضع المعقمات ويلتزمون بهذه الإجراءات ويلزمون المتبضعين والزبائن بأنك لن تدخل هذا المحل إلا حين ترتدي الكمامة؟ مثلا في محافظة طول كرم هذا الشيء مش موجود بصراحة، الإلزام الصارم في موضوع الإجراءات، وبالتالي كيف نطالب أن نتعايش وفي ذات الوقت لا يوجد هنالك التزام؟ إذا لاحظت، أول شيء كلامك جميل جدا ومعبر، إذا لاحظت في بيان الغرف التجارية بيان الاتحاد وبيان كل الغرف التجارية في رسائل موجهة لأكثر من جهة. الجهة الأولى اللي هي الحكومة وإلى الدكتور محمد يشتية بضرورة اتخاذ قرار بالتعايش مع وباء كورونا مع التجديد في تطبيق شروط الصحة والسلامة. والرسالة الثانية اللي احنا وجهناها كاتحاد غرف إلى الإخوة أعضاء الهيئة العامة كلنا والمتسوقين عند أعضاء هيئتنا العامة بضرورة التقيد بالالتزام بشروط الصحة والسلامة إذا كنتوا أنتم مش معنيين بقرار الإغلاق. لكن احنا كاتحاد غرف وكغرف تجارية احنا لسنا بجهات تنفيذية، احنا حذرنا وخوفنا الإخوة أعضاء الهيئة العامة إذا لم يتم التقيد بشروط الصحة والسلامة المعلنة من الطواقم الطبية ومن لجان الطوارئ، احنا راح نجبر الحكومة تروح على موضوع الإغلاق، واللي هو انتم كلكم واحنا كقطاع خاص مش معنيين بهذا الإغلاق قطعيا لأسباب ممكن إذا كان معي مجال أذكرها من خلال راديكم. تفضل تفضل. أول شيء كما ذكرت إحنا وحذرنا أعضاء الهيئة العامة عندنا إذا لم يتم التقيد بشروط الصحة والسلامة وتم مخالفته من الجهات المسؤولة والجهات التنفيذية إحنا لن نتدخل قطعيا كغرف تجارية لدى تاجر ناشدنا بالتدخل لإيقاف مخالفة وقعت عليه نتيجة عدم التزامه. وهذا جددنا هذا الموضوع.
احنا اخت وفاء ليش مش مع الاغلاق؟ اول شيء الاغلاق للاسف الشديد في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها، بحكي عن الظروف الاقتصاديه السيئه وعدم برامج مرافقه، برامج تعويض مرافقه للجهات المتضرره الناتجه عن الاغلاق مش موجوده، فبالتالي المتضررين ما في حدا ممكن يوقف معهم، ممكن يتعثروا، ممكن يخرجوا من السوق كما حصل. هذا جانب. جانب اخر لما نتحدث عن الاغلاق اخت وفاء، الإغلاق هو مش شامل. الإغلاق لا تستطيع الحكومة أن تفرضها على كل المناطق المصنفة ألف وباء وسي نتيجة قدرتها، عدم قدرتها على الوصول إلى مناطق سي لأنها بحاجة لتنسيق. فبالتالي الإغلاق ما في عدالة، راح يكون منصبا كما حصل سابقا على مراكز المدن. وهذا هو الصراع سيد ياسين بصراحة منذ بداية الأزمة، ليس فقط في فلسطين إنما في كل دول العالم، أن الصراع يأتي بين أن نحافظ على الوتيرة الاقتصادية وعلى بقائها وعدم بصراحة موتها أو هدمها، إضافة إلى المحافظة على القطاع الصحي أو صحة المواطن. بالتالي البعض يقول أن من خلال المطالبة ببقاء الحركة التجارية هي تغليب المصلحة الاقتصادية على الصحة، والبعض الآخر يقول يجب أن يسير كلا الملفين في اتجاه واحد، في اتجاه متوازي. يعني مش ممكن نعيش بصحة وإحنا معناش فلوس مثلا، ومش ممكن يكون معنا فلوس وإحنا معناش صحة، وبالتالي هذول الشقين لازم يكون في توازن منطقي. وبالتالي المهم في الموضوع هو بالفعل مرحلة التعايش اللي كل الدول آمنت بضرورة أن نتعايش، لأنه غير هيك ما رح يزبط. لهيك اليوم ممكن التركيز في هذا النقاش وفي هذا الحوار أنه إذا بدنا نتعايش، كيف الغرف التجارية الصناعية الزراعية بدها تلزم من هم تحت مظلتها من التجار والقطاع التجاري بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية؟ نعم، يعني احنا كغرف تجاريه زي ما ذكرت، اول شيء اذا لاحظت في قرارات الحكومه الاخيره اللي صدرت امبارح تقاطعت هاي القرارات مع اهدافنا ومع بياننا كاتحاد غرف تجاريه وغرف تجاريه اللي هو موضوع التعايش. القرارات هاي اتمنى ان يتم تطبيقها على ارض الواقع، لانه هي شملت اللي احنا بنفكر فيه، الزام الاخوه المواطنين، لانه موضوع الاختيار ثبت فشله قطعيا. يتم قصدي بالاختيار اللي هو المواطن هو حر بالتقيد بشروط الصحة والسلامة، لا، هذا الحكي مرفوض. نعم. المرفوض من الجهات التنفيذية وأذرع السلطة التنفيذية أن تتابع تنفيذ إجراءات الصحة والسلامة في المنشآت وفي الشوارع وفي الجامعات وفي كل المؤسسات، مشان تتأكد أن هناك تطبيق فعلي، لأن حقيقة التطبيق الفعلي لشروط الصحة والسلامة يجنبنا أولا الإغلاق ويجنبنا من الانتشار الوباء بطريقة متسارعة كما حصل. هلا احنا بدورنا كغرف تجارية ناهيك احنا نقوم بحملات توعية عبر وسائل الإعلام وعبر صفحاتنا في كل الغرف، كمان عم بفكر بطريقة جدية لمساعدة الحكومة، لانه احنا بنعيش في معركة عدونا فيها شرس جدا ولعين هو كورونا. يجب ان يتم التعاون بين كل مؤسسات المجتمع المدني واتحاد الغرف والغرف وكل المواطنين مع الحكومة لإنجاح خطة الحكومة في الحد من انتشار وباء وربما أيضا من ضمن هذه الخطوات أن يكون هنالك الجولات التفقدية الميدانية للإطلاع على مدى التزام التجار وإلزام التجار للمواطنين. مرة أخرى هذه نركز عليها، إلزام التجار للمواطن، إنك مش رح تدخل محلي إلا إذا كنت لابس الكمامة، لو سمحت ما تفوتش المحل إلا بالكمامة. وفي بعض المحال التجارية بصراحة في محافظة رام الله والبيرة كان معمول بهذا القرار، وحتى في الدول العظمى منشأ هذا الفيروس في الصين اللي تعايشت مع هذا الفيروس لا تزال حتى هذه اللحظة ملتزمة بشكل كامل متكامل في رياض الأطفال، في المدارس، في المتنزهات، في الأماكن العامة، في مختلف الأماكن، بارتداء الكمامة وأيضا التباعد الاجتماعي. إجمالا نأمل أن يتم إن شاء الله في أسرع وقت ممكن المتابعة بشكل حثيث، لأنك كما ذكرت أستاذ ياسين أن يعني اتحاد الغرف التجارية هم يد مساندة لقرارات الحكومة وليكونوا بالفعل مكملين لبعضهم البعض في الحفاظ على صحة المواطن. إجمالا
نتمنى السلامة لك ولكل الطواقم أيضا في الغرف التجارية ولأهلنا في نابلس، وأشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة الأستاذ ياسين دويكات الناطق الإعلامي باسم غرفة تجارة وزراعة نابلس. شكرا جزيلا لك، ونواصل المشوار الصباحي.